أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. في حال كنت أنت أو طفلك بتعانوا من السمنة وبنفس الوقت بتعانوا من نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية، خليكم معنا بفقرة صحتك بإيدك. اليونيسف نشرت تقرير بعنوان الوجه المتغير لسوء التغذية، فيه تحدثت عن الجوع المستتر المنتشر بين كثير من الرجال والأطفال، كمان بالمدن نتيجة انتشار محال الوجبات السريعة الغنية بالسعرات الحرارية والفقيرة بالمعادن. خلونا نتابع المادة التالية ونرجع لنبدأ حوارنا. بتأكد حسب ابني، مثلا يكون مثلا تشوف كان حركته او جسمه يكون نظامي، أو تشوف في تغيرات بحركته أو شيء أو مشته أو تشوفه تعبان بعد فترة، يكون نقص كلس أو هيك شيء، بتاخذه على طبيب وبيراجعك بهالموضوع هذا، مثلا إذا بده غذاء أو شيء. بين يعني من محبة شبعان بلعب بهرج من كل شيء. يعني بروح على البيت بشوفه إنه صحته كويسة، عم بمشي عم بلعب عم بيعمل هيك شغلات تمام. يعني شفته مثال وجهه اصفر هيك اذا وجهه اصفر عم مثال ما بقوم مثل ما بروح على البيت بشوفه انه عم بلعب بعمل هيك، اذا انا بشوفه هيك معناته انه في شيء ناقصه. بتاكد انه الابني اذا يعني شفته اذا عم بلعب عم بروح بيجي حركاته طبيعيه، هذا الشيء بتاكد انه جسمه طبيعي ما فيه شيء. حتكون جسمه مو طبيعي ببروك ضل يعني كامت او بارك ما له حيل يقوم ما يتحرك، بتغير لون وجهه بصير لونه وجهه اصفر هيك ضل دبلان، هالامور هاي بتصير عليه. وحول هالموضوع بيسعدني استضيف في الاستديو اختصاصيه التغذيه بيان حموي. اهلا وسهلا فيك، هي انسه بيان. اهلا فيك. هلا بس نسمع بسوء التغذيه بتبادر لاذهاننا انه نقص الغذاء، لكن هل ممكن يكون بالعكس هو زياده الغذاء؟ صحيح، حسب منظمة الصحة العالمية يقصد بمصطلح سوء التغذية هو الأشخاص يلي أوزانهم تحت الحد الطبيعي أو الأشخاص أيضا يلي أوزانهم فوق الحد الطبيعي. دائما كلمة سوء التغذية مثل ما حكيت يقصد فيها أنه تبع اللي ما عنده أكل أو يلي وزنه كتير قليل، لكن لا، كمان الأشخاص يلي بيأكلوا كميات عالية من الأكل أو يلي أكلهم ما فيه عناصر غذائية جيدة، يعني الكواليتي أو الجودة تبع الغذاء تبعهم سيئة، كمان هنا بيطلق عليهم مصطلح سوء التغذية. هلا اليونيسف عم بتحذر من شيء اسمه الجوع المستتر، كيف فينا نحمي حالنا أولادنا منه؟ من خلال بناء عادات غذائية صحيحة. وقت اللي بكون أنا ببيتي عاملة روتين غذائي صحيح، حتى مو بس غذائي يعني معيشي صحيح، أنا ملتزمة بوجبات بساعات معينة للوجبات، نوعية الأكل عندي متنوعة مصادرها جيدة، بشرب مي بكميات كافية، بمارس النشاط البدني والرياضة بما لا يقل يوميا عن 40 دقيقة 45 دقيقة بهالشكل. هذا دائما الأطفال هن يعني بيقلدوا الكبار باللي بيعملوه، فوقت اللي بيشوفوا انه الكبار بالبيت عايشين هالنمط بشكل تلقائي يعني رح ينتقل هالروتين للأطفال. طيب شو الأغذية اللي لازم نحرص على وجودها على الطاولة دائما؟ دائما في هلا نحن عندنا برنامج 1500 سعرة عم نعمله مع قناة عم نصوره مع قناة حلب اليوم. يعني الله يخليك، يلي بيحب انه يعني هيك ياخذ هي المواضيع موسعة أكثر وحاكي عنها أكثر. الأكل تبعنا نحن بنجيبه من ست مجموعات غذائية. دائما كل سفرة لازم يوجد عليها مصادر بروتينية، سواء لا من المصادر الحيوانية أو النباتية، بالإضافة للنشويات ومنتجات القمح الكامل، الفواكه، الخضار، بالإضافة كمان للدهون والحليب ومشتقاته. طيب شو هي العادات الغذائية الغير صحية، خلينا نقول منتشرة بين السوريين؟ أكثر عادة بنسمع فيها وعايشينها يعني مع الأسف هو تأخير وجبة العشاء. دائما تبع اللي ما بناكل شيء كل النهار وبنجي اخر الليل نطرق. صح، في ناس بتغدوا الساعه 12 بالليل. 12 بالليل اي نعم صحيح. هي اكثر عاده غلط عند السوريين مع الاسف، بالاضافه لدسم الاكل. يعني احنا ما بنكتفي بالكميه الصحيحه للاكل من الدسم لتحضير الطعام، دائما بنطلع عن هي الكميه، فبيكون الاكل بالغالب تبعنا دسمه عالي. هلا بطبيعة المطبخ السوري بنعتمد بالطبخ على الخضار يعني، لكن بدخل بعض المواد المتعددة، على سبيل المثال انه خلينا نقول لحمة مع كالسيوم، حديد مع كالسيوم، فشو هو الشيء الصحي؟
هلا في بعض اولا يعني هي حقيقه مغالطه غذائيه انه تناول اللحم مع العيران او اي مصدر كالسيوم ثاني بياثر على امتصاص الحديد. في حال كان الحديد مصدره من اللحم الحيواني فما بيأثر على امتصاصه الكالسيوم، أما في حال كان الحديد مصدره نباتي مثل مثلا إذا أكلنا سبانخ وجنب منها لبن، هون بيأثر على امتصاص الكالسيوم، بيأثر عفوا الكالسيوم على امتصاص الحديد وبيمنعه. فلازم ننتبه إنه ما نجمع المصادر النباتية اللي عفوا مصدر الحديد النباتي مع مصادر الكالسيوم عشان ما يعني ما يعمل حجب لامتصاص الحديد مع الدقيقة. هلا مثال على هالموضوع السبانخ واللبن. تمام. هلا بخصوص الأطعمة اللي بتفقد قيمتها الغذائية عندما نتناولها مع أطعمة ثانية. أسفة مو بس السبانخ واللبن، ممكن نحكي كمان مجدرة ولبن لأنه على الأغلب السوريين بياكلوا مجدرة ولبن. تمام. مجدرة الرز واللبن. هلا إذا تكلمنا عن بعض الأطعمة الغذائية اللي بتفقد قيمتها عند تناولها مع أطعمة ثانية، شو ممكن تعطي نصائح لست البيت مشان تتلافى الموضوع مستقبلا؟ مثل ما حكينا قبل شوي بتنتبه إنه بدها تعرف أول شيء شو هي الأطعمة اللي بتحجب امتصاص بعضها أو بيأثر امتصاصها على بعضها، مثل المجدرة البرغل أو الرز مع اللبن، لأنه الحديد الموجود بالعدس وقت اللي بيتاكل أو بيكون موجود مع لبن، اللبن فيه كالسيوم مثل ما بنعرف، وقت اللي بيوصلوا للأمعاء الدقيقة مكان الامتصاص تبع العناصر الغذائية الكالسيوم بيعمل حجب لامتصاص الحديد، فهذا كتير بدنا ننتبه له. فيها ممكن في بالمقابل أنه تعزز امتصاص بعض أنواع العناصر الغذائية والشاكرية كمان؟ الشاكرية لا، لأنه مثل ما حكينا اللحمة فيها الحديد تبعها هو مصدره حيواني ما بتأثر. تمام. لازم يكون الحديد مصدره نباتي لحتى يتأثر بسوء الامتصاص تبعه. يعني بالمقابل فيها الداعم امتصاص بعض أنواع العناصر الغذائية مثل تمام. الحديد نفسه من خلال دمجه مع مصادر فيتامين سي، يعني مثلا مثل السلطة فيها البندورة والخس والبقدونس والبصل، بإضافة الليمون فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد الموجود بالأطعمة الثانية. يعني بالطبخ بتروح الفوائد الغذائية؟ ما فينا نعمم لأنه بالغالب في كتير من الفيتامينات نحن بنخسرها أثناء الطبخ وما قبل الطبخ كمان. طيب نصائح كمان، تابعينا نصائح شوي. مثال في عنا موضوع مثلا تحضير طبخ الرز بالشعيرية، نحن بالمطابخ السورية مثلا بفرض نحن عاملين بدنا نطبخ كاسة رز، فمننقعها أول شيء نغسلها بيغسلوها بمي فاترة منيح لحتى تخسر كل الفيتامينات اللي فيها، بعدين بيرجعوا بينقعوها بكمية مي أكتر من اللي هي أصلا بدون يحضروها، أكتر من الكمية تبع الرز اللي بدون يحضروها، وقبل ما يطبخوا الرز بيكبوا كل المي. هلا بيقولوا انه الرز فيه مواد سامه اذا ما نقع، يعني مو صحيح. هلا فينا نحن موضوع الحفظ بس الغبره او مثلا اثناء تصنيع الحفظ من الاكياس او نقله ممكن ينتقل بعض انواع الميكروبات للرز، لكن ما في داعي نحن نسخنها نغسلها بمي سخن او مثلا نقليها. في ناس كمان بيقلوا الرز قبل ما يحطوا عليه المي، كمان هذا فعليا خسر كل انواع الفيتامينات الموجوده اللي فيه. فاحسن طريقه لطبخ الرز تحضيره هو او حتى المعكرونه مثلا، لانه نحن تقريبا نفس الشكل نطبخهم اثنيناتهم، انه كاسه الرز نفسها غسلوها بمي فاتره ما تكون سخنه، وننقع كاسه الرز نفسها بنفس الكميه تبع، يعني مثلا اذا انا بدي اطبخ كاسه رز انقعها كمان بكاسه مي، ووقت اللي بدي اطبخها حطها على النار اقلبها هي والمي، يعني خلي الرز تنطبخ بالمي نفسها اللي كانت مطبوخه منقوعه فيها عفوا. بهالشكل هذا كل الفيتامينات اللي كانت خسرانتهم اثناء النع بترجع بتمتصهم تنطبخ فيهم. انا بشوف الناس بطبخوها يعني بمي فروج او مي هلا فنجي. ممكن هلا يعني فينا وقت اللي بكون انا يعني هلا انه انا اطبخها بمي فروج او اللحمه ما في مشكله، انا بالاخير عم باخذ عناصر غذائيه من مصادر تانية، لكن المشكله انه انا اكون عم بعمل مثلا شعيريه ورز اللي بنعملها جنب الفاصوليه ولا الباميه ولا الملوخيه، هي المي اللي كانت محفوظه فيها او منقوعه فيها الرز عم تنكب، فكل شيء فيتامينات خاصه فيتامين بي بينحل بسرعه بالمي، واذا كانت المي داف يعني حاميه شوي ساخنه ممكن انه يتخرب وخلاص ما عاد استفاد منه. فاحسن شيء ينقع بمي فاتره ويرجع ينطبخ بنفس المي. خلينا نطلع من سياق الكلام لانه الشباب بالكنترول جاعوا شوي. بدنا نطلع على نصائح للاهالي اللي عندهم اطفال يعني صغار، خلينا نقول منشان انه ينتبهوا لموضوع السمنه. تمام. تمام. اهم شيء بموضوع العادات الغذائيه انه تصلح الام عاداتها، الطفل دائما بيقلد الام،
ودائما يعني من اللي بيجوني مثلا على العياده بيشتكوا انه انا ابني ما بياكل او اكلي قليل، بالغالب بتكون المشكله بتبدا من الاهل، بتكون الام يا اما هي وجباتها ما لها منتظمه، يا اما كمان نحن في عنا عاده مع الاسف انه تبع الصبح عنا فنجان القهوه قبل الفطور. القهوة بتخفف بتعمل هيك تأخير بإحساس الجوع، فممكن الأم تتأخر بوجبة الفطور، فالعائلة بقى كلها على هالأساس تأكل وجبة الفطور تبعها متأخرة. الفطور فيه الطاقة الأساسية اللي بياخدها الجسم أول ما بيفيق لحتى يقوم بعملياته الاستقلابية اللي على مدار اليوم، فوقت اللي أنا عم أخرها فأنا عم أخر له مخازن الطاقة تبعته. أهم شيء مثل ما حكيت تأكد الأم على أنه هي عاداتها صح، عم تنوع بمصادر الأكل تبعها، وتبتعد قدر المستطاع عن الأطعمة الجاهزة والمحضرة صناعيا. أنسة بيان بدي أتشكرك على مشاركتك معنا اليوم، ولا تنسوا تتابعوا الأنسة بيان في برنامجها 1500 سعر على قناة حلب اليوم، وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك، الله يعطيك العافية. مشاهدينا مكملين معكم بفقرات شباب لك، لا تروحوا لبعيد، انطرونا.